السائل من جمهورية مصر يقول في سؤاله الثاني بأنه مسافر ولديه طفل وليد ببلده مع أمه ويريد أن يعق عنه، وجده موجود بمصر، فهل أعق عنه في البلد الذي أنا مسافر فيه أو يعق عنه الجد من مالي، أو أنتظر حتى أعود بعد شهرين من ولادته وأعق عنه أنا بنفسي؟ وجهوني بذلك. العقيقة يستحب أن تذبح في البيت الذي فيه المولود والأسرة ليأكلوا منها ويتوسعوا منها ويفرحوا بها ويتصدقوا منها ويهدوا منها إلى جيرانهم، تكون في البيت وفي البلد الذي فيه المولود، ولا تكون في البلد الذي سافر إليه الوالد، لأنه لا يتأدى بها الغرض المطلوب في أهل البيت. وكونه يؤخرها إلى أن يذهب هو ويذبحها في بلده أحسن، وإن وكل جد الولد، يعني وكل والده الذي هو جد المولود أن يذبحها في غيابه فلا بأس بذلك ويتأدى بذلك الغرض إن شاء الله.